لأن اليمن أم القصيدة، كان لابد من الوقوف على جرحها الذي يدخل في تكوين كل تجربة لأي من أبنائها. هذا الوجع الذي يسيطر على المكنون الحسي للشاعر ويأخذه من ذاته إلى غيره ليكون الناطق الرسمي عن كل من يعجزهم الوجع في كل مكان. ومن هنا كان أن نالت القصيدة مكانتها والشاعر قدره الذي يليق به. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بيت القصيد، وفيها نستضيف الشاعر اليمني الأستاذ صالح الصهرة. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا وسهلا فيكم. في البداية أستاذ صالح، وقبل أن نذهب إلى الشعر وحديث متعدد ونقاش مختلف وربما كان حامي الوطيس فيما يتعلق بتجربتك الشعرية وكيف ترى الشعر، قبل كل هذا نريد أن تحدثنا قليلا عن شخص تعرفه، إنه صالح الصهرة، الحلم، الأمل، العمل وكذلك الطموح، وما تود أن يتعرف الجمهور عليه من خلالكم وبلسانكم، تفضل. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونراه وبعد. أنا اسمي صالح الصهرة من محافظة المحويت من اليمن طبعا. أنا هنا طالب ماجستير في تركيا. المحويت تقع بين الحديدة وصنعاء. هي محافظة ما بين المحويت وصنعاء، يعني بين الحديدة وصنعاء. نعم، هي متوسطة بينهما. نعم. جئت إلى هنا إلى تركيا للدراسة، وأدرس الآن ماجستير على وشك التخرج بإذن الله في هذا الشهر. ما شاء الله. أسأل الله لك التوفيق. أنت سألت عن الاهتمامات والأحلام والطموحات. أحلامنا وطموحاتنا واهتماماتنا هي لا تختلف عن اهتمامات بقية الشباب العربي والشباب الإسلامي بشكل عام. أحلامنا هي أن تكون لنا أمة واحدة مجتمعة محررة من الظلم، من العبودية، من الارتهان لغيرها، وأن تكون العزة والأنفة لها. أحلامنا هي أن تعود أوطاننا وأن يعود قرارنا بأيدينا. أحلامنا أن نكون شبابا فاعلين في هذا المجتمع مفيدين، وأن نكون ذو إيجابية بشكل عام. نعم، إجابتك لم تخلو من الشعرية، وربما هذا يشوقنا أكثر للقصائد التي ستلقيها علينا اليوم. خذنا إلى أولى القصائد التي تود أن نستمع إليها منك بإلقائك الجميل أستاذ صالح، تفضل. بارك الله فيك. هذه القصيدة، أولى القصائد التي سألقيها، هي قصيدة طبعا المواقف هي التي تجعل الشاعر أو تعطي الشاعر الاهتمام وتنعكس عليه، يعني وتمنحه الدافعية ليعبر عن قضية ما، وخاصة إذا طبعا تختلف الاهتمامات من شاعر إلى شاعر، ولكن بحسب الموقف هو الذي يؤثر. يعني أكيد هذه القصيدة، أنا رأيت فيديو لطفلين عراقيين، مقطع فيديو رأيته في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم في الشمس يعني يبيعون الأشياء، الخرق والبلاستيكات، من أجل لقمة العيش. فأثر بك الموقف؟ نعم، أثر بي الموقف، ومات أحدهما، هذا الطفل، من شدة الحرارة والعطش والجوع في الشارع، وأخوه يظن أنه نائم فهو يصحيه، يعني كان يحاول أن ينقذه. فقلت بلاد الرافدين وبلاد العراق التي فيها يعني ملأت الدنيا أجود خيراً أنواع ورزقاً. النفط وأجود أنواع الثروات وموقعها الاستراتيجي، ويكون يموت أبناؤها الصغار وهم يطلبون الرزق وهم بعد لم يبلغوا سن العاشرة. نعم، ورأيت يعني في نفس اليوم مواقف أخرى أو مقاطع فيديو أخرى في اليمن وفي غيرها، ف يعني هاجت قريحة الشعر. تشكل لديك مزيج من الحزن وخليط من الألم. نعم، أرنا القصيدة، تشوقنا إلى سماعها. فقلت ابكي بني فلا عجب، فالأسد سادهم الذنب، ابكي ومت قهرا، فما في الناس شهم ذو شنب، ما عاد فيهم من يروق العز أو يهوى الغضب، لم يبق من لون الكرامة غير طيف من عتب، ابكي فدمعك سوف يغرق كل أنذال العرب، مت جائعا قد عشت في مدن الجواهر والذهب، قتلوا الطفولة باطلا، قهروا الصغار بلا سبب، فإلى متى يا رب تقتلنا المآسي والكرب، فالهول في الأوطان لا تكفيه آلاف الخطب،
والظلم فيها نفحه قد فاق ظلم أبي لهب. يا الله. يا أيها الأعراب، يا أيها الأعراب يكفي، فالعروبة في المهب، نار العدو تشرهت قد زادت الدنيا لغب، ولأنكم حمقى فقد زدتم لنارهم الحطب، جعلوا العراق تعيسة، دفنوا الكرامة في حلب، يتمزق اليمن السعيد وتضحكون، فلا عجب، آه على السودان، آه على السودان حين ترى العفيفة تغتصب، جرحي بغزة نازف، والحال أنكم السبب، يا عصبة الأشرار، يا عصبة الأشرار إن السوء منكم يكتسب، فلم الدمار بدارنا وبأي ذنب يرتكب، ما من عدو غادر إلا بسيفكم غلب، ما من عدو فاجر إلا ومنكم قد حلب، من دمر الأوطان من أجل المناصب والرتب، حتى ولو دارت له قل لي بربك ما كسب، أو كيف لو دارت عليه وضاع أمر قد حسب. يا آل عدنان الأبي وآل قحطان النسب، إني أنا العربي لي أمل وأصبح لي طلب، هل اتحدتم لحظة كي ينتهي هذا التعب، هل لا بقيتم كلمة لتكون مأوى من كتب، يا أيها الحكام أمر الشعب فيكم قد وجب، إما اتحاد الصف أو تبا لأيديكم وتب، فلتعقلوا ما قلت أو يوم اقتلاعكم اقترب، يوم اقتلاعكم اقترب، يوم اقتلاع كل الظالمين اقترب، ولا شك في ذلك. أستاذ صالح الصفرة الشاعر اليمني حياك الله ولا فض فوك. أكيد الكتابة هي شكل من أشكال الصراخ المكتوب على الورق، هذا الصراخ فيه انتصار لكل مظلوم من كل ظالم، حدثنا في هذا المضمون. الكتابة هي إما أن تكون شعرا أو نثرا أو يعني تتعدد أجناس الكتابة الأدبية وأشكالها. نعم، وكما قلت لك سابقا من هي بحسب الاهتمامات. نعم، فإذا كانت الأمة تعيش نشوة انتصارات وأفراح وإنجازات وكذا، فهذه تنعكس على مشاعر الشاعر فيعبر عنها بهذا الشكل، ويكون هنا يحضر غرض الفخر والحماس. نعم، ويكون حديثه كله إيجابي ممزوجا بالفخر والاعتزاز. لكن إذا كانت الأمة تعيش مثلا في أسوأ للأسف عصورها، إذا كانت الأمة تعيش في أسوأ عصورها وتعيش حالة من الضعف والهوان، وهذه تنعكس على اهتمامات الشعراء أيضا، ويكون حديثهم كله ممزوجا بالتعبير عن الألم والحزن وبالتعبير كذلك عن الأمل. الشاعر الاستنهاض دائماً، الشاعر دائما لا يغفل هذا الجانب، هو يتحدث عن الألم والحزن الذي يعيشه، لكن في نفس الوقت هو لا ينسى أن هناك أمل وأن هناك تفاؤل. نعم، وأن الأمة في يوم من الأيام سيأتي الفجر الذي وستنهض من كبوتها. نعم، وسيأتي الفجر الذي سيبزغ نصر النجر شمس النصر فيه. أكيد سيأتي الفجر الذي ستبزغ شمس النصر فيه، ومن هذه الشموس شمسك الجديدة على هيئة قصيدة إن شاء الله بإذن الله. يبزغ النصر في كل مكان في أمتنا، وكما بزغ نصر اليمني إذ تحررت من حكم الإمامة، حيث قامت ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 عفوا ميلادي، وفي هذه الثورة أعلن انتهاء حكم الإمامة وقيام الجمهورية اليمنية. يا سلام، لأول مرة. وفي هذا الصدد أنا كتبت هذه القصيدة في ذكرى هذه الثورة، ذكرى 26 من سبتمبر، الثورة المشهورة في اليمن، وقلت: اصعدوا في كل تلة، أوقدوا مليون شعلة، عادنا عيد مجيد ليس في الأعياد مثله، ليته عيد لكل العالمين الدهر كله، فلتزيني يا بلادي واكتسي الأفراح حلة، مرهم الأوطان لكن الإماميين علة، لن يداوى الداء إلا بالذي داواه قبله، إنه سبتمبر التاريخ للعشاق رحلة، فخر أي السبتمبري وعش هواه كل وهلة،
أيها الأحرار صلوا إنه للحر قبلة حج إن له مواقيت تسمى بالأهلة علموا الأحفاد قطعا أنه دين وملة طلق الشعب الإمامة بالثلاث المستهلة يا سلام لن تعودي زوجة فالحر بان من المذلة هل يكون الرجز طهرا هل يكون الحوث دولة أيها المتوردون وإنكم في حين غفلة إن كسبتم جولة فلسوف نكسب ألف جولة سوف نكسب ألف جولة يا سلام يا سلام حتما سينتصر الحق ويربح كل الجولات القادمة وهذا مما لا شك فيه أستاذ صالح ما الذي يحتاجه اليمن حتى يعود سعيدا باعتقادي اليمن يحتاج إلى الهمة العالية إلى نخبة من الشباب الفاعلين إلى أصحاب القلوب الصادقة والمخلصة ويعني بتكاتف الجميع وبتوحدهم وتعاونهم على الخير وعلى العطاء سيعود كل شيء وستعود الماء إلى مجاريها وستصبح الأمة في خير كبير بإذن الله سواء لكن ما هو أكثر ما يؤلمك في واقع اليمن اليوم بكل صراحة ما يؤلمنا هو التمزق والتفرق الذي نعيشه ما يؤلمنا هو أن رغم الإمكانيات الموجودة في اليمن ورغم الثروات الطبيعية ورغم الموقع الاستراتيجي الذي تحظى به اليمن إلا أنه يعيش مفرقا ممزقا تائها لعدة عوامل طبعا سياسية وعسكرية وجغرافية وغيرها ويؤلمنا أكثر أن يصبح اليمن مرتهنا أو قرار اليمن مرتهنا بأيدي أجندات خارجية هذا لكن ما هناك أكثر. من ينادون بالانفصال أستاذ صالح وأن يصبح اليمن يمنين بكل صراحة وبنظرة واقعية وبعين يعني المستشعر لوجع أهله هل يمكن فعلا لليمن أن ينهض من كبوته وأن يبقى موحدا وألا يتجزأ؟ أنت كيمني كيف ترى الحال؟ نعم يمكن ذلك وأصبحنا نوقن بهذا أكثر مما مضى نعم. يعني الوعي الذي تشكل لدى الشباب اليمنيين في الوقت الحاضر غير مسبوق عندما السبب في هذا طبعا هي الطفرة التي حصلت في مواقع التواصل الاجتماعي هذه هي شكلت وعيا كبيرا لدى الشباب اليمني صحيح. بالإضافة إلى أن الحرب أدت إلى أن بعض الشباب اليمنيين خرجوا من اليمن وهاجروا إلى دول مختلفة ورأوا الأنظمة العالمية ورأوا السيستم الذي يعيش عليه الناس ورأوا العالم الخارجي لليمن وكيف أن هذه البلدان تعيش في حالة ازدهار وتقدم وتطور يعني هذه الحالة جعلت الشباب اليمني يتساءل نحن لماذا لا تكون أوطاننا مثل هذه الأوطان ولماذا لا يكون بلدنا مثل هذه البلدان ما الذي ينقصنا بل بالعكس نحن لدينا من الثروات ما يعيننا على أن تكون بلادنا متقدمة أكثر منهم هل المشكلة في نوايانا الداخلية مثلا أستاذ صالح أم أن المشكلة بالارتهان للطرف أو الطرف خارجية المشكلة أحيانا بأسلوب إقصاء الآخر أين المشكلة بالضبط باعتقادك بعيدا عن تسليط الضوء مثلا على جهة معينة باسمها لكن بالفعل ما الذي جعل الشباب اليمني يرى أن العالم متقدم العالم متطور وهم بحاجة إلى أن يروا في يوم من الأيام أيامنا هم يعيشوا هذه الحياة هل الفكرة أننا استسلمنا لفكرة الموت أكثر من تشبثنا بالحياة وأنها تتسع لنا جميعا وإن اختلفنا السبب في ذلك أخي الكريم ليس هذه الفكرة أننا تشبثنا بالموت وأننا كذا وإنما نحن شعب كغيرنا من الشعوب العربية والإسلامية شعب يحب الحياة ولكن هذه الحياة لا أقول لم تمنح لنا بالشكل المطلوب ولكن جاءت عوامل خارجة عن إرادتنا وجاءت عوامل كثيرة يعني أريد أن أقرب المسألة أكثر أن مشكلتنا هي في النخب أحسنت. في النخب التي بيدها زمام الأمور هذه النخب أزمة ليس وعي. نعم أزمة قيادة أزمة نخب أزمة يعني إدارة هذه النخب ليس عندها الحس الوطني الكبير وليس عندها الشعور بتحمل المسؤولية بتحمل المسؤولية ولا خلاص لنا لا خلاص لنا من هذه الأزمة ومن هذا الأمر إلا
بهمة الشباب. الشباب اليمني الحالي الموجود الآن، وأنا أتكلم عن ثقة تامة، لديهم من الحرقة ومن الهمة العالية ما يكفي لأن تعود اليمن إلى سابق عهدها، وإلى أن تعود اليمن إلى سابق مجدها بإذن الله. وهذا ما سيحصل بإذن الله بهمة الشباب الطامح الواعي والواعد من أمثالكم أستاذ صالح. إلى الشعر من جديد. أنا في بما أن تكلمنا عن الشباب اليمني وواقع نعم. اليمن، أنا لدي قصيدة في هذا الصدد. نعم. سأختارها الآن. كنت في يعني في ملتقى طلابي. نعم. استضافوني. نعم. استضافوني من أجل أن ألقي قصيدة شعرية. نعم. وكنت في هذا الملتقى، طبعا هو كله من الطلاب اليمنيين، أقيم في أنقرة في عام 2021، وطلبوا مني أن ألقي قصيدة يعني. تفضل أسمع. فقلت أولا مرحبا، قلت يا كوكب الأشعار قل لي ما بي، زمن مضى وأنا على الأعتاب، أمضيت ليلي في بحورك هائما، وعبرت في أبوابها من بابي، كابدتها لكنني في حيرة، وإليك جئت لأستعيد صوابي، ماذا عساي بأن أسطر كاتبا أو أن أقول بحضرة الأحباب، وأنت من أحبابنا. الله يحفظك. جد لي بأفضل حلة رقراقة أكسو بها الألفاظ في ترحابي، ولتنتقي من أعذب الكلمات كيما يستقيم إلى الحضور خطابي، فهم سماء أشرقت بنجومها من جملة الطلاب، من جملة فهم سماء أشرقت بنجومها من طالبات العلم والطلاب، رفع الإله أولو العلوم منازلا، وأثاب أهل العلم خير ثواب، وحباهم الرحمن كل فضيلة، قال الرسول بمسند الأصحاب، من يسلك الطرق التي للعلم لا يبغي بها إلا رضا الوهاب، قد سهل الله الطريق له إلى أعلى الجنان بأوسع الأبواب، وملائك الرحمن قد وضعت له من أجنحتها في رضا وجناب. هل لي بأن أروي إليكم قصة حقا سيفهمها أولو الألباب، يوما من الأيام صرت مؤملا وأنا أهرول في طريق رحابي، ورأيت في عرض الطريق عروسة لجمالها الفتان لست أحابي، لكنها تبدو بوجه شاحب وتئن بين جنادل وترابي، ناديت يا ذات الجمال تلهفا، قد نلت من حبي ومن إعجابي، من أنت؟ ماذا قد دهاك من العنا؟ ماذا جرى لجمالك الخلاب؟ قالت أنا اليمن السعيد شقية، أصبحت بين مخالب الأذناب، ونوائب الأيام دون تأسف عضت علي بحدة الأنياب، لم يمنحوني عيشة الأحياء ولا هم أوسدوني ميتا بترابي، قد أثخنوا في الجراح كما ترى، والدم أصبح نقشتي وخضابي، لكن لي أمل أعيش به لكي أجتاز كل متاعبي وصعابي، أملت في الطلاب، والطلاب هم الشباب معظم، أملت في الطلاب لا في غيرهم، بجهودهم لا لن يطول عذابي، قالت أيا أبنائي الطلاب قد ناشدت فيكم نخوة الخطاب، إني أنا اليمن التي أخرجتكم من بين أضلاعي ومن أصلابي، إن لم تكونوا أنتم من غيركم قد يستعيد صبابتي وشبابي، إن لم تكونوا أنتم من غيركم قد يستعيد صبابتي وشبابي، لن تستقيم حضارة إلا بأهل العلم والتفكير والآداب، فقدا سيأتينا السياسي الذي منكم ويرأس مجلس النواب، ومهندسون المبدعون ومن سيبنيها بأعلى ناطحات سحابي، فاستبشري بالخير يا يمن الإباء، فبإذن ربي لن يطول غيابي. وبإذن ربي لن يطول عذابي. نرجو أن يكون هذا لسان حال اليمن الذي سوف يعود سعيدا إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير، وبعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، فابقوا معنا. هذه
قلناها وهذه قلناها. حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم من جديد وما زلنا في رحاب هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ومعنا هنا في الأستوديو الشاعر الشاب اليمني الأستاذ صالح الصهرة. حيا الله أستاذ صالح مجددا. حياكم الله. قبل أن نعود إلى الشعر أود أن أسألك عن فكرة عامة، هل على العربي المثقف صاحب الرسالة العالية أن يترك مشاعره فقط تحركه فيما يتعلق بمعاناة ومأساة وطنه، أم عليه أن يكون عروبيا إسلاميا وحدويا حينما يشعر أو يستشعر الألم لا يفكر بأهله فقط وإنما يفكر كذلك بجاره وبغيره أو بالمسلمين في مختلف أماكن الأرض في مشارقها ومغاربها، إلى أي الفكرتين تميل؟ طبعا من المبادئ والقيم الأساسية لنا كمسلمين أننا أمة واحدة. أحسنت. وأن أمة الإسلام هي في أن بلادي، أنا يمني ولكن بلادي هي بلاد كل المسلمين. أنا هنا في تركيا بلاد إسلامية هي بلادي، وأذهب إلى السودان فهي بلادي، وأذهب إلى إندونيسيا وماليزيا فهي بلادي. بلاد المسلمين هي جميع أمة الإسلام. وعندما أقول أنا يمني هذا لا يتنافى أني لست مع السودان ومع مصر ومع قطر ومع العراق ومع غيرها من الدول، وهذه المسميات هي عبارة عن مسميات لمناطق ولكن لا تعني أنها حدود. الحدود التي نحن لم نوجدها، الذي أوجدها هي اتفاقيات غربية فعلا، ولكن بإذن الله في القريب العاجل سنتخلص من نزيل هذه الحدود من داخلنا حتى يعني تتلاشى على الأرض. فالحدود بدايتها من داخل القلب، علينا أن نزيل من داخلنا هذه الحدود حتى تزول عن صدر هيبتنا وتعود لنا الأعزة التي نبحث عنها ونسعى إليها جاهدين. وكل مسلم وعربي لا شك أنه عزيز النفس وسامي الغاية. أستاذ صالح، وبكل صراحة، إذا ما أراد أحدهم أن يرحب بأحد يقول له أهلا بك في بلدك الثاني إلا الأهل هناك في اليمن، إذا ما جاءهم زائر قالوا له أهلا بك في بلدك الأول، ما هو السر في ذلك؟ اليمني بطبيعته وفطرته يحب الضيف ويحترمه أكثر، يعني أكثر ما يمكن، يعني إلى حدود كبيرة جدا. اليمني بفطرته لا يشعر الضيف أنه ضيف، بل يشعره أنه هو صاحب البلد وصاحب البيت. يا سلام. وبالتالي يعني من طباع اليمنيين أنه إذا أتى شخص أجنبي من الخارج لا يجعلونه يأكل في المطاعم ولا يجعلونه يذهب إلى الفنادق، بل يستضيفونه في البيوت ويجعلونه في البيت. يا سلام. ويعيش بينهم وكأنه واحد منهم. هذا الزائر وهذا الضيف حتى ولو لم يكن عربي ولو لم يكن مسلم، حتى عندما يأتي سائح ومن البلاد من بلاد الغرب أو بلاد أوروبا يضيفونه ثم يظهرون له عاداتهم وتقاليدهم. يا سلام. هذه هي فطرة في اليمن، يعني كيف سأوصفها لا أدري. الفطرة صفها بالشعر من جديد إلى الشعر. اقرأ لنا هذه القصيدة التي بين يديك. أنا سأعود إلى ما إلى المحور الذي تكلمنا عنه قبل هذا السؤال عن اليمني. سأعود إلى المحور الذي تكلمت عنه أننا أمة واحدة وكيف لنا أن نشعر ببعضنا. تفضل. ما نراه في غزة يتألم له كل إنسان. أكيد. ويتألم له كل مسلم وكل إنسان حر في هذا العالم سواء كان مسلما أو غير مسلم. لا شك في. وأنا في هذا الصدد عندما رأينا ما جرى في 7 أكتوبر وفرحنا بذلك النصر العظيم، وكيف سطر المجاهدون أبطل أروع البطولات وأروع الملاحم، قلت هذه القصيدة. يا غارة الله في كل الميادين، يا ضربة الحق في بدر وحطين، تلك الملاحم ما زلنا نسطرها مختومة الدم مختومة النصر بالدم الفلسطيني. يا غارة الله زيدي غضبتي غضبا، بغضبة الله نغزو كل صهيوني. لم ينحن الأمس سيف القدس من عبث، المعركة التي
كانت قبل التي سبق الطوفان الأقصى. نعم. لم ينحني الأمس سيف القدس من عبث ما زال يقطر من دمهم ويسقيني، لم أرتوي منه لكن زادني عطشا، فكون الله طوفانا ليرويني. تراقصت في يدي أعناقهم طربا وقاذف النار يعزف بالتلاحين، جهنم نحن قد كنا لها قد كانوا لها حطبا، ويل لصهيون من سقري وسجين، نصليهم النار أصنافا وهم فيها يقلب القوم بين الحين والحين. لله در بني القسام ما صنعوا يوما تسطر في كل الدياوين. قل لابن صهيون لا مأوى لكم أبدا، السن بالسن ثم العين بالعين، ارحل وريزك عن أرض مقدسة أو تدخل النار في زمر الملاعين. ادفع بجرذك جئ من كل ناحية، صفف عتادك في كل الميادين، هيا اضرم النار إن الله يطفئها، فالله فوق الشداد السبع يحميني. الهث إلى التطبيع في كل مملكة، فالله أكبر من مكر السلاطين. احشد بخوفك جند الأرض قاطبة، واستنجد الإنس والجن الشياطين. إني قطعت عهودا لست أخلفها، لا شيء عن موعد التحرير يثنيني. إني أعديت في لقياكم ثقة بالله، حاشاه رب العرش يخزيني. طوفان أقصاي أغرق جيشكم حمما، فكيف إن ثرت يوما بالبراكين. بإذن ربي ستمحوكم براكين. بإذن ربي ستمحو براكين الانتصار لكل مظلوم، ستمحو كل ظالم ومتغطرس ومستبد. أستاذ صالح، إذا أردنا أن نتحدث عن الشعر الرسالي، هل تتخيل أن صالح الصهرة في يوم من الأيام سيكتب بعيداً عن استشعار الألم، سينفصل بذاته عن وجع أمته؟ هل تخشى مثل هذا اليوم؟ هل يمكن أن تكون ذلك الرجل؟ هذا يعود للكلام الذي تكلمنا عنه سابقا، هذا يعود للاهتمامات الشخصية والاهتمامات الفكرية، هي التي تنعكس على المشاعر. مثلا قد يكون الشاعر عاشقا فيكتب في العشق، قد يكون الشاعر يحب الحدائق والجو الطبيعي الممتاز فيصف البحر ويصف الشجر. هذا من حق الشاعر، أنا لا أختلف معك في هذا، لكن أنا أقصد شيئا آخر. في ظل وجع أمة ومعاناة أمة وآلام هنا وهناك في غزة، في السودان، في اليمن، هل تتخيل نفسك وأنت صاحب تجربة، هل تتخيل نفسك أن تعزل نفسك وتنعزل عن هذه الجراح فتكتب بموضوعات لا علاقة لها بهذه الجراح مثلا؟ هل يمكن أن تفعل هذا؟ أنا عن نفسي لا يمكن هذا، لا يمكن. أنا لا أستطيع أن أفصل مشاعري وأفصل فكري عن ما يجري في محوطي ومن حولي. هذا أظن كل إنسان عاقل وكل إنسان عنده حرقة وعنده همة لا يمكن أن ينفصل بهذا الأمر بالمشاعر عن الواقع. أحسنت كثيرا، خذنا إلى الشعر من جديد، تفضل. ربما أخشى أن تمل من القصائد التي تصف أبداً الألم والحزن. قل ما تحب. طيب، أنا هذه قصيدة هي بين الألم والأمل، تفضل. كتبت عنوانها هكذا، ربما نقرأها ونرى. تفضل. قلت هذه كانت بعد 2014 التي تلتها أحداث جسام في اليمن وفي مصر وفي العراق وفي أيضا في أكثر فلسطين. من قطرين عربي. نعم. ونرى جسد المسلمين ينهش في كل مكان وخاصة المنطقة العربية. فقلت سيوف الظلم أثخنت الجراح وصار دمي لها حلا مباحا. سيوف الظلم أثخنت الجراح وصار دمي لها حلا مباحا، وتوغل جسمي المسكين طعنا ولم تبرحه ليلا أو صباحا. تجرعني المآسي كل يوم ولم ترحم صراخي والصياحا. وإن خاطبته يا ظلم عني وعن حالي فكن يوما مزاحا. أتاني مفجعا من كل باب ويملأ لي سماوات وساحا. أكابده يواري ثم يأتي فلا أنا رحت عنه ولا استراحا. ورغم جراحي الكبرى فلاما ينوح علي
أو حتى أناحا، يظن الناس أني في نعيم وأني هانئ في العيش راحا، ولم يدروا بما الأحشاء تحشى، بما قد كنت أخشى أن يباحا. ولم يدروا بما الأحشاء تحشى، بما قد كنت أخشى أن يباحا. ففقري ليس في مال، فمالي كثير بل ويملأ للبطاحة، ولا أرض فأرضي في اتساع، فبالآلاف تنتجها قداحا، ولا بيت فكم شيدت فيها قصورا بل وبنيانا فساحا. أنا العربي فقري فقر حر إلى الحرية الحسناء صاحا. يا سلام، أنا العربي فقري فقر حر إلى الحرية الحسناء صاحا. لقد ضاقت بها القضبان ذرعا تناديني لأطلقها السراحة، تكأكأت الذئاب على رباها بناب الظلم أضحتها جراحا. فيا نفس الفداء لكل حر تكسى من كرامته وشاحا، أخي اليوم فلتبشر بعز وجند الله، فجند الله أعلنت الكفاحا. فصبرا يا أخي عما قريب ترى الأوطان بالنصر الفلاحا. أما أبصرت في الميدان أسدا، أما أبصرت في الميدان أسدا إلى الظلام صوبت الرماحا. أما أبصرت شبل الحق عزما بأصنام الغواية قد أطاحا، جيوش الفتح كالأمواج هاجت وكالطوفان قد جاء اجتياحا. يقض مضاجع الطغيان حربا وبالآمال قد هبوا رياحا. فإن العيش في ذل محال، فإن العيش في ذل محال، فبعد اليوم لن نرضى انطراحا. ستبزغ شمسنا بالنصر صبحا، وسوف تطيب أوطاني ارتياحا. أليس الصبح موعده قريب؟ فخيط الفجر في الآفاق لاحا. فأرغم أنفك المشؤوم نصرا، فعطر النصر بين الناس فاحا. ظلام الليل أضحى في زوال، فعيني لن ترى إلا الصباح. حتما هذا الصباح قادم ولا شك في ذلك. سنخرج الآن مجددا إلى استراحة قصيرة، بعده نواصل أنا وأنت. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ومعنا في الأستوديو الشاعر اليمني الشاب الأستاذ صالح الصهرة. وقبل أن نواصل، سؤالي الذي ربما يكون هناك سؤال ما بعده الذي سأطرحه عليك الآن، عن فكرة الشعر والهاجس الشعري. هل الشعر لديك هاجس أم أنه مشروع قضية؟ يعني هل الفكرة بالمجاز، بالإبداع، بالصور البلاغية، بالاستعارة، أم أن المسألة تتجاوز فكرة يعني أن يكون الشعر حبسا لك إلى ما هو أبعد من ذلك، أن الشعر بوتقة أصب فيها فكرة؟ إلى أي الأمرين تميل؟ أن الشعر من أجل الشعر، أم الشعر من أجل فكرة ورسالة؟ طبعا أنا كشاعر يعني لاهتماماتي الفكرية والوطنية، لا يكون الشعر تعبيرا فقط عن الصور البلاغية والتشبيهات التي تأتي في ثنايا الشعر، وإنما هو تعبير عن القضية التي من حولي، القضية التي أناصرها، قضايا الأمة الإسلامية بشكل عام أينما كانت، في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، في أي مكان. أنا أكتب الشعر من أجل هذا. قد أكتب قليلا، أنا أكتب في النادر مثلا، بعض الشعراء يكتبوا في النادر، ولكن إذا كتبته فأنا أكتب عن هذه الأمور، أعبر فيها عن ما يجري حولي وعن الأفكار التي أوصلها والرسائل التي أريد أن أوصلها. دفعك الوجع، يدفعك الوجع إلى التعبير؟ نعم، الذي يدفعني هو الوجع والألم والحزن وكذلك الأمل كما قلت لك. لا ننسى
نحن لا نجعل الأمر سوداويا، وإنما نعم. نحن نتكلم لابد أن لا ننسى الناحية الإيجابية، علينا أن نبقي بصيص الأمل دائما حاضرا في أنفسنا لينعكس كذلك في تجربتنا الشرعية، وبالتالي يؤثر بمن يقرأ فلا يجد المشهد سوداويا، وإنما يجتهد يتفائل ويؤمن بأن القادم أجمل. نعم بالطبع، وكذلك القادم أجمل لديك بإذن من الله. الشعر تفضل. نعم هذه قصيدة. طبعا نحن لدينا برنامج اسمه برنامج الموهوبين، وهو يتبع أحد المؤسسات هنا اليمنية، الوكالة اليمنية الدولية. نعم. وهذا البرنامج نحن فيه من سنوات، وجاءنا أحد الضيوف الزائرين ليتعرف على هذا البرنامج. نحن فيه مجموعة من الطلاب اليمنيين، وطلب مني مسؤول البرنامج أو القائم على هذا البرنامج أن ألقي قصيدة ترحيبية بالضيف الذي سيأتي. ماذا قلت؟ وأعبر أيضا عن المشروع، أصف له مشروع، المشروع هذا الذي نحن فيه منذ سنوات. تفضل. فقلت: هات القوافي اعطني الأقلام، واحشد بحور الشعر والأنغام، طفي مقامات القصيد ملبيا سبعا، وهلل والبس الإحرام، ولترتوي من زمزم الأشعار ما يكفي لتهدي الحاضرين سلاما. يا سلام. ولترتوي من زمزم الأشعار ما يكفي لتهدي الحاضرين سلاما، قوم لهم في القلب كل معزة، ونرى لهم فوق المقام مقاما، فهم الذين نحبهم ونجلهم، بل صار حبهم لنا إلهاما، هم كالنجوم تسامقت وتألقت وتربعت وسط السماء تماما، هم كالنجوم تسامقت وتألقت وتربعت وسط السماء تماما، وإذا ظلام الليل أصبح آفلا يغدون بين العالمين كراما، رسموا لهم بين العباد محبة وتقلدوا ثوب الكرام وساما. يا سلام. برنامج الموهوب يحوي فتية تمضي إلى نهج العلا إقداما، شاء الإله لنا طريقا سالكا لننير أياما تعج ظلاما، في أزمن فيها الحرام محلل وغدا الحلال على العباد حراما، فيها الرذيلة منهج وتكالبت كل الأعادي تضرب الإسلام، إن ابتعثنا من صميمات الهدى لنحطم الطاغوت والأصنام، إن ابتعثنا من صميمات الهدى لنحطم الطاغوت والأصنام، أشبال حق كل شبل قد غدا بين الخلائق قدوة وإماما، هذا طريق قد سلكناه وقد صار المضي به لنا إلزاما، صار المضي به لنا إلزاما. أنا به من إلزام أستاذ صالح، إنما هو إلزام المتشبثين بالقضية، المؤمنين بفكرة واعدة، الواثقين من أن العمل هو الذي يبشر بجيل يستطيع أن يقود الأمة جمعاء وليس فقط صنعاء. نعم. وما حولها، وهذا ما تحدثنا عنه في ثنايا الحلقة. يعني أحسنت نحن كثيرا، نبشر أمتنا بأن شبابها شباب واعد وشباب متفائل وعنده أمل وعنده من القوة والقدرة ما يستطيع أن ينقذ بها مجتمعاته. من أجل اليمن الذي تحب، بعيدا عن الشعر، رسالة من قلب مجروح إلى اليمن الذي يستمع إليه، ماذا تقول؟ نحن نحب اليمن ونجلها ونحترمها ونفتيها بأغلى ما نملك، نفتيها بأرواحنا وبدمائنا، نقول ليمننا الحبيبة أننا نعيدها بأن نخلصها من أدرام الظلام والفساد والفتنة عما قريب بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يحقق لكم هذا الحلم، وتعود الوحدة واللحمة، وتعود اليمن قوية مترابطة متماسكة كما كانت، وأفضل كذلك بهمة ونية شبابها الواعد كما تفضلت. إلى الشعر من جديد، وأرجو أن يتسع الوقت لنص بعد هذا النص. تفضل. بإذن الله إن كان هناك وقت. تفضل. هذه قصيدة، يعني قال لي أحد الإخوة: لماذا لا تكتب في الغزل؟ نعم. فأنا يعني لم أكتب في الغزل، وحاولت أن أكتب يعني كناية ومجازا، فقلت: ماذا أقول بربنا يا صاحي؟ طبعا هذه القصيدة هي لم المقصود فيها ليس حبيبة، وإنما هي عبارة عن أحد
الحركات الإصلاحية. لا تثريب عليك، الآن يغفر الله لكم خطاياكم. لا بأس، تفضل. ماذا أقول بربنا يا صاحي، عجز اللسان لها عن الإصاح. لما رأيت الشمس ساطعة بدت، جادت علي بنورها الوضاح. يا سلام. ورأيت أخرى في الجمال تفوقها في النور والإشراق والإيضاح، جادت علي بنورها وبدفئها حتى اختفى من ضوئها مصباح. الشمس تغرب كل يوم ليلة، والبدر بين غداوة ورواح، أما هي الأخرى فنور دائم بالليل مشرقة وفي الإصباح. والله إني كلما أبصرتها تزداد أشواقي مع الأفراح. جذب الجنان جمالها حبا، وكم جذبت من الأنفاس والأرواح. شمسي أيا شمس الشموس ورمزها، حييت كل عشية وصباح. شمسي هي الإصلاح لا لي غيرها، والله يشهد إنني إصلاحي. يا سلام، هنا مربط الفرس وبيت القصيد. نعم إلى القصيدة الختامية، لأن الوقت داهمنا أستاذ صالح، وأكيد نحن سعداء بوجودك. كنت أرجو لو أن الوقت أكثر من هذا الوقت المتاح، لكن دائما نحن محكومون ببداية ونهاية تكون منفتحة على أمل لا يتوقف، وكذلك الشعر. شكرا جزيلا لكم. لا مشكلة، ستكون إن شاء الله قصيرة ولن نطيل عليكم. طبعا من المعروف أن المغترب والبعيد عن أهله لا بد أن يصف هذه المشاعر، يعني الغربة هي من المشاعر التي يجب أن يعبر عنها الشاعر. تفضل. فقلت أيا من غاب عن إنسان عيني، هي الغربات بينكم وبيني. أيا من غاب عن إنسان عيني، هي الغربات بينكم وبيني. أما والله ما غبنا جزافا، أما والله ما بعدي جزافا، فليس المرء يقصدها تعني، ولكن الدهور أتت فعضت بأنياب حداد أرغمتني. فنار البعد، ولكن الدهور أتت فعضت بأنياب حداد أرغمتني. فنار البعد تصليني تباعا، إذا نضجت جلودي بدلتني. فأنا من جهنمها خلاصا، وأقداري بها قد خلدتني. فأنا من جهنمها خلاصا، وأقداري بها قد خلدتني. يا الله. ولو عات اشتياقي لو تراءى لأبكت كل إنسان وجني. وللآهات أمواج غضاب تلاطم واقع القاسي وتضني، يهب نسيمها فأقول آه وليت الآه عن لقياك يغني. وليت الآه عن لقياك وليت الآه عن لقياك يغني، لكن الذي يغنيك هو لقاء اليمن الذي ترجو أن يتحقق في يوم، وهذا ما نأمله. من وراء الشعر ما الذي تبحث عنه يا أستاذ صالح؟ هذا هو سؤالي الأخير لك في هذه الحلقة، تفضل. الذي نبحث عنه هو المستقبل الأفضل، المستقبل الأفضل لأوطاننا وأبنائنا وأجيالنا وشبابنا. نبحث عن أمة واحدة مجتمعة، وعن أمة كما قلنا لها قرارها ولها مجدها ولها حضارتها، تكون الأمم تابعة لها لا هي تابعة لبقية الأمم. نرجو أن تتحقق هذه الأمنية، وأنا لا أراها أمنية بقدر ما أراها مسألة، يعني أمر سيحصل وعسى أن يكون قريبا، لأن الأجيال الواعدة آخذة بالتشكل ليس في اليمن فحسب، وإنما في كل دولنا العربية والإسلامية. هناك الكثير من الأنفس التواقة لاستعادة المجد التليد حتى يكون حاضر، ويقول أبناء هذا الجيل لقد استطعنا أن نثبت أننا موجودون، وأننا أثرنا وحفرنا تجربتنا وأسماءنا عميقة على جدار التاريخ. وصلنا إلى الختام أستاذ صالح الصهرة، في الختام ماذا تود أن تقول؟ أود أن أقول أن مربط الفرس هو بيت المقدس وتحرير المسجد الأقصى. نسأل الله أن يتم قريبا. كل الشعوب رغم ما بها من ألم، ورغم ما بها من جروح، ورغم بها من ما فيها من الفتن، إلا أن كل يضمد أوجاعها
تتوق إلى بيت المقدس وكذلك يوحدها هذا الحلم ويوحدها هذا الحلم، وإذا تحقق هذا الحلم ستتحرر جميع الأمة قطعا بإذن الله. هذا الحلم سيتحقق وعسى أن يكون ذلك قريبا، وما ذلك على الله بعزيز. سعدنا كثيرا بوجودك معنا هنا في هذه الحلقة أستاذ صالح، نسأل الله أن يوفقك في مشروعك الشعري الرسالي، وكذلك أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات الجميلة. سعدنا بهذا اللقاء ونشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، ونحن الأكثر سعادة دائما. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، دائما كونوا بخير، إلى اللقاء.